السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. نرحب بكم في هذا اليوم وذاك لعرض أحد أهم التطبيقات المجانية وذاك في متجر الجوجل بلاي، وذلك من تصميم قناة The Power of the Knowledge. طبعا بالنسبة لتطبيقنا اليوم فهو خاص بمصطلحات الهندسة النفطية وذاك على متجر الجوجل بلاي كما موضح أمامكم. ندخل إلى متجر الجوجل بلاي ثم نقوم بكتابة اسم التطبيق وهو بعنوان مصطلحات الهندسة النفطية، وسوف يكون هذا هو الجزء الأول كنسخة تجريبية، حيث هذا هو الشكل الخاص بالتطبيق الموضح أمامكم، وعند الضغط عليه والقيام بعملية تحميله سوف تظهر القوائم الثلاثة الرئيسية وهي هندسة الإنتاج وهندسة الحفر وهندسة المكان. وداخل كل قائمة توجد مجموعة من الصور والمصطلحات الخاصة بالهندسة النفطية. والآن نستعرض واجهة التطبيق. هذا هو الشكل الخاص باللوجو الخاص بالتطبيق، وعند فتحه تظهر الواجهة الرئيسية وهي تشمل المصطلحات الثلاثة الرئيسية وهي هندسة الإنتاج وهندسة المكامن وهندسة الحفر. وعند اختيار أحد هذه القوائم تظهر المصطلحات الفرعية الخاصة بها، حيث لدينا الصورة الخاصة بكل مصطلح من هذه المصطلحات بالإضافة إلى المصطلح باللغة الإنجليزية والمصطلح باللغة العربية، وأيضا إمكانية سماع نطق الصحيح للمصطلح باللغة الإنجليزية. ويوجد العديد من أنواع المصطلحات المهمة والمفيدة في كل تخصص من هذه التخصصات الثلاثة الرئيسية في الهندسة النفطية. والمجموع الرئيسي للمصطلحات في هذا التطبيق هو حوالي 90 مصطلح موزعة 30 لكل فئة من الفئات الثلاثة الرئيسية. وهذه هي الفئات، نأتي الآن إلى الفئة الثانية ونلاحظ كيفية التدرج في المصطلحات وهي تعتبر المصطلحات الرئيسية، ولكن في المستقبل سوف نتطرق إلى تطبيقات خاصة تصف جميع المصطلحات في كل تخصص على حدة، وذلك لأنه كما نعرف بأن هذه التخصصات توجد بها العديد من المصطلحات منها البسيط والمتوسط والمعقد الذي يعتبر من مستويات متقدمة. لهذا السبب سوف يتم تخصيص تطبيقات أخرى في المستقبل بإذن الله تصف المصطلحات بصفة عامة. وشكرا لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.